السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فيديو جديد اليوم بغيت نديكم معايا حتى المعرض. فين أنا موجودة الآن؟ معرض في مدينة قنيطرة في المغرب. هانتوما غادي تشوفوا معايا لا ديمونستراسيون ديال القهوة اللي كان عليها الطلب كتير، كيفاش غادي نطحن القهوة في الثرموميكس بالأعشاب، وكيفاش كتجي هاد القهوة مع الطعم. غادي نسجل لكم، غتابعوني حتى لآخر الفيديو وتشوفوا معايا أجواء المعرض وكيفاش القهوة غادي تجي في الثرموميكس. تابعوني حتى لآخر الفيديو وأنا معكم. وبالمناسبة كانت حاضرة معنا منى التاويل، ما شاء الله عليها، حتى هي عندها ستون ديالها اللي عندها، حتى هي لشعل ملابس ديال تركيا اللي كتجيب، عندها بزاف ديال الحوايج اللي هما في المستوى. وجات داقت القهوة وزارتني في ستون ديالي، كنقول لها شكرا تبارك الله عليك. وهانتوما معايا في طريقة القهوة في الثرموميكس. كما كتشوفوا كاين هذا الكتاب المغربي اللي هو فيه وصفات مغربية صادقة 100%. غادي اللي بالنسبة للسيدات اللي عندها الكتاب راه تبع الطريقة، راه غادي ينجحوا ليها الوصفات كاملين. انا دابا غادي نبدا معكم القهوة، غادي نعزل الاعشاب اللي غادي نديرو داكشي اللي بغيتو نتوما. انا عندي هنايا النص، غادي ندير نص ديال الباديانا، وغادي ندير القرفة عويدات ديال القرفة، وغادي نعبر ونمشي نخرج الميزان الثرموميكس، وغادي نديرو 30 غرام من القهوة حبوب، ومع الأعشاب اللي غادي هاد العطرية اللي غادي تعطر لينا هاد القهوة هادي. غادي ندير نعبر وغادي نمشي ندير بروغرام، غادي نديرو 20 ثانية السرعة 10. كما كتشوفوا 20 ثانيه داز، ها هي القهوه ديالنا حبوب طحنات هي والعطريه. ها انتم كتشوفوا كيفاش كتجي كتطحن مزيان. دابا غادي نضيفوا الماء، انا غندير 900 غرام من الماء، بغيتها تجيني خفيفه، بغيتو تجيكم شويه قاسحه خليو 800 غرام ديال الماء. هنايا كنعبر الميزان، درت الميزان وغنعبر الماء ديالي، وغادي نبروغرامي الثرموميكس على 10 ديال الدقائق. في درجة الحرارة غادي نديرو 100، بالنسبة للسرعة غادي نديرو 1. كما كتشوفوا هنايا هاد الدوائر اللي كتشوفوا هو فين كان بروغرامي الثرموميكس ديالي مانيوال، يعني كنكليكي على الدائرة الأولى اللي هي الوقت، وكنمشي للدائرة الثانية كنقيسها باش كتسليكسيونها هي درجة الحرارة، وكنمشي للدائرة الثالثة اللي هي السرعة، يعني باش كنخدم السرعة اللي أنا بغيت. وملي هنا 10 دقائق ها هي القهوة ديالنا غتكون واجدة. ما نقول لكمش على واحد الريحة طالعة في المعرض، يعني سكرنا المعرض بريحة القهوة. أنا درت الصوت، يعني وحيت الصوت ديال هذا، لأن ما كانش الصوت ديالي كيتسمع، لأن عرفتو المعرض والناس والهراج ديال الهضرة وداكشي، الصوت ما كانش كيجي، داكشي علاش حيت الصوت. وأنا دابا كنسجل هنايا. كما كتشوفوا كيسولوني بزاف على الثمن ديال الثرموميكس. الثرموميكس كيدير 16700 درهم، وإلا تخلص كاش عندكم دي كادو ديال الصاك، كيتعطاكم كادو الصاك والكتاب ديال وصفات الثرموميكس مع دوزيام بول. وبالنسبة للكريدي كيجي الثرموميكس كيجي كما كتشوفوا، يعني كيجي بلو بول ديالو بلي زاكسيسوار ديالو بالفاروما، وهذا هو بالنسبة لفاسيليتي. وكوبولت كما كتشوفوا هي حاضره معنا في الثرموميكس، لاسبيراتور اللي هي فيها لي زاكسيسوار كتجي كامله، جميع فيها لي طات ديال الجفاف ديال التصبين ديال الزرابي ديال الشطاب التخمال، يعني هذه كتهنيك من التخمال ديال الدار كامل. هذه كوبولت في 200، والبرودوي ديالها كتجيب البرودوي ديالها بكلشي، حتى هي فيها واحد الثمن جد مناسب. كاينه واحد لا برومو اللي هي كتمشي مع ثرموميكس،
وإلا خديتو كوبالت مع الترموميكس عندك كتربحو التي ام فخاند اللي هو كيتعطاكم كادو. صباح هاد لوفخ ديال الديو ديال الكوبالت مع التي ام سيس كاين غير من هنا حتى الاخر ديال الشهر 6. هانتوما الا كنتو باغين تستغلو بالنسبه للعريسات وبالنسبه اللي عاد كيتت يعني راه يتهنى تي ام سيس مع تي ام فخاند مع كوبولد يعني راه واحد لوفخ اللي هو زوين بزاف بزاف. هيا 10 دقائق دازو غادي نرجعو للقهوة ديالنا نشوفوها كيفاش وجدات القهوة في الترموميكس. هنايا عندنا هاد لو باني اللي هو كيصلح للصفاية وكنطيبو فيه الروز الخضرة كيبخر كيدير فيه عدة الاستعمالات. هنا دابا كيما كتشوفو هاي القهوة وجدات وغادي نهز الباني اللي هي الصفاية وغادي باش يصفي ليا القهوة. هنايا كنحطوه في داخل في لو بول وغادي نخويو منه كيصفي ما كيدوزوش لينا الحبوب دوك الحبيبات ديال القهوه. هنا هاد القهوه كما كتشوفوا معطره خفيفه كديروا على حسب لا دوز اللي نتوما بغيتوها، بغيتوها تجي معصره قاصحه كتزيدوا غير في لا دوز ديال القهوه. وهنايا غادي نخويها في الكيسان واللي بغى يدير السكر يديرها، اللي بغى ياخذها مسوسه ياخذها مسوسه. يا سلام بواحد الريحه ما شهيتكمش فيها، قهوه كتجي كتسقد المجاج ديال الراس. بالصحه والراحه، حاولوا جربوها وديروها في الترموميكس راه غادي تعجبكم. والترموميكس ماشي واقف غير على العجينه ولا الطياب، كيدير كل شيء يعني اتاي القهوه يعصر يعجن يطبخ يعني راه بالنسبه للعريسات راه ما كاين ما احسن كادو هذا بالنسبه لكل وحده كتفكر باش الكوزينه ديالها. راه ما عليك الا بالترموميكس غادي يهنيك وكيخليك الكوزينه ما كتكونش عامره بقوت الماء، لانه هو شامل عده ماكينات اللي غادي تحتاجي في المطبخ ديالك. تبارك الله على النساء ديال الثيرموميكس، ما شاء الله عليك. تبارك الله على منى التاوي، بلا كان التاوي راه بصح والله العظيم ما شاء الله عليها. تبارك الله عليها راه دايره دي فاسيليتيز بيلدين، دايره تبارك الله من زوجاتها تتمشي بهم لكازا تتمشي بهم المغرب كامل المغرب كامل وما شاء الله عليها في المستوى. مرحبا مرحبا الله يبارك.